بسم الله وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط المرتقب والمنتظر بهذا الحضور. يبدأ هلال العيد ويشوفون أهالي سدير، أما هلال الطيب حنا اللي نشوفه لا حضر. مرحبا يا أبو حمدان، مرحبا بسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة. نرحب بهذا الحضور وترحيبنا كذلك بسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان يحفظه الله ويرعاه، وترحيبنا بالشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان. مرحبا يا أبو سلطان، مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بكل المتابعين، مرحبا بالمؤسسات الرئاسة والشحانية والعاصفة في المواجهة الأقوى في ختام الختاميات. مقدمة الشوط الشحاني تبدأ هذه المعركة المسائية من خلال تقديم أبعاد ويقدمها جار الله بن محمد بن عقيل المري. مرحبا يا البرنس، مرحبا يا أبو محمد القادم مع العنابي من الدور من الشحانية، يقدم لنا أبعاد المركز الثاني الوصول من شديدة الرئاسة القادمة بشدتها بقوتها بالحمر الخطر. يقدم لنا شديد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما القادمة الواصلة المندفعة هنالك شروق هي الواصلة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. ولكن أحد المرشحات المنطلقة الآن الحرقة مع المركز الأول المسيطرة، ولا وذفة نعم لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري. يقدم لنا وذفة الاسم الكبير الاسم الخطير مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. وصل الحمر، وصل الخطر، القدوم من خير ويا عسى في الامر خير يا خير. مع المركز الاول محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم الفترة المسائية مع ظهيرة اليوم، قدم عرض كبير مع الحمر الاربعة الاشواط الرئيسية ما قبل الرموز ولكن رمزين اللقاية يا المجازف يا محمد يا بن عتيق يا ابو سعيد يا المهيري. الظافر ينضم علي بن جميل يقدم هملولة لهجن الرئاسة، بينما اللي تحركت مع الشحانية شروق جار الله بن محمد بن عقيل المري. اصدر الاوامر على شروق المركز الثالث هملولة لهجن الرئاسة يا علي يا بن جميل يا الوهيبي. ابعاد مع المركز الرابع لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الخامس وذفة مع المركز الخامس لهجن الشحانية ايضا جار الله بن محمد بن عقيل. مرحبا يا ميعاد، مرحبا القادمة بقوتها ميعاد الواصلة لهجن الرئاسة يقدمها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ومن القادمة الذيبة لهجن الشحانية فرام
بن محمد بن قريع المري، الخطورة مع بن قريع، والقادمة الداير لحجن الرياسة يقدمها المجازر محمد بن عتيق بن زيتون المحيري. العودة إلى مقدمة الشوط، 1200 كأس اللقاية، الأول رياسي، الثاني رياسي، الثالث رياسي، ثلاثية رياسية خطيرة كبيرة. الحمر، العاصفة قادمة بقوتها مع سيوف لحجن العاصفة. غيات الهلالي الداير تتحرك، والواصل موكب لحجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن العودة إلى ميعاد يوم الوعد، على الوعد جيتكم يا موفين الوعود. الرياسة والعاصفة والشحانية، كاس اللقاية يحمل اسم بو خالد، يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون. الذيبة مع بن قريع، والسيوف مع العاصفة. الرياسة خيال، وخيالي مع خيال، وقلبي مع خيال، وروحي مع خيال. روحي يا خيال، يا روح ما بعدك روح، يا حمر يا خطر، يا محمد يا قمر، يا بزيتون يا المهيري. ومن غير ابو حمدان يرفع الكاس، من غير الرياسة يرفع الكاس. كاس ابو خالد، اول الرموز التي تحمل الاسم الغالي على قلوبنا، اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان. يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون، تعديت مرحلة الجنون يا رجل، تعديت مرحلة البنون. حي والله المحزم المليان. محمد بن عتيق سندت له المهمة وهو كفو لها. خيال، يوم الأبطال يظهر المجازف، يظهر البطل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أهني سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. هذه عيدية يا أبو حمدان ولا تنسى، هذه عيدية لا تنسى. الله على الرياسة، الله على الحمر، الله على الخطر، الله على القوة، الله على الضاربة في شهر 5، والمسافة من 5. سلطان بن حمدان يبصم بالعشرة على الرموز، 7 دقائق و7 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. مشكور يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري. خيال، اسم من خيال وفعل الأبطال. المركز الثاني، 7 دقائق و9 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. الذيبة لحجن الشحانية قدمت عرض كبير، وفاران بن محمد بن قريع يستحق التحية والاحترام بو محمد على هذا العرض الكبير. المركز الثالث، 7 دقائق 9 ثواني و8 أجزاء من الثانية. ميعاد الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري.